أهلا وسهلا بكم يا شباب. اليوم رجعناكم مقطع جديد وعن لعبة ستارديو فالي. مود جديد اليوم عندنا واللي هو Arabic Patch. نعم يا زغاي، اللغة العربية أصبحت موجودة داخل ستارديو فالي من فريق يعني تطوير أو برمجة اللي هو فريق عربي. عندك أيضا سيرفر مالتهم، لازم تدخلون على السيرفر حتى يعني تطلعون على آخر الأخبار خلال هذا المود. ما راح أحط يعني روابط تحميل أو أي مكان، ممكن على قنواتنا يعني بالتليجرام وغيرها، بس لازم تروحون على السيرفر حتى يعني تكتشفون الأخطاء اللي موجودة وتصححونها وتطون آراءكم عن هذا المود. وأيضا هو فريق عربي يعني ما راح تحتاج اللغة الإنجليزية. أوكي، أيضا طريقة التحميل أو طريقة التنصيب هذا المود راح نعرضها خلال هذا الفيديو. بالمناسبة هنا ممكن هاي مترجمة هذه الصفحة المينيو، لأن يعني أنا ضايف يعني مود اللي هو ميوت بلاير، فممكن ما تظهر. أيضا ما راح تظهر هنا، ما راح تظهر. وأكيد تروح على اللود، هواي أشياء ما مترجمينها بس عادي، يعني أهم شيء يبدون بهذا التطوير، أو لأن هذه النسخة البيتا الأولى فمن المود، يعني هذا البيت الأولى فلا تتوقع من عندها هواي أشياء. عندك مثل هذا السيف، الإحصائيات مالته ما مترجمة، بس الإحصائيات ها أوكي، الأدوات مترجمينها جيد. عندك مثلا الأموال الحالية، حلو، الأرباح الكلية هنا مترجمينها، هاي أيضا مترجمة، هنا أيضا مترجمة، بس أيضا أكيد هذني الأدوات كلهن ما مترجمينها، لأن هي هاي أهم شيء لازم تترجم. عندك أيضا هذه الماب، أيضا أنا ضايف ماد هنا localization اسمه أو location NPC، أيضا شرحنا عنه صالون ستار دروب. أوكي، أكو هواي يعني أخطاء هنا لازم تفلقون عنها إذا لقيتوها، يعني تراجعون السيرفر مالتهم. معادن، طبخ، أكيد أنا أخذت هذا السير أو الماد بدون إذنهم، فرجاء يعني اذا تشوفون هذا المقطع سلموا علي، مو تطقون استرايك. عندك هنا خروج الخيارات، وايضا اكيد هنا هم ضايف ماد هنا. عندي مستوى الاصوات البيئيه هنا، هواي اشياء ما مترجمينها، اظهار تاثيرات الفلاش. اوكي، يعني زين، يعني بالبدايه كبدايه زين، ماكو شيء يعني نقدر نحكم عليه هنا. حلو، تقويم ايضا مسوينه. ايضا اكو وايد دايلوجز يعني ما مترجمينها. رايكم يا شباب بهذا المود؟ لا تنسون تراجعون يعني السيرفر مالتهم للمزيد من الاخبار عن هذا المود، وايضا تنزلون اخر التحديثات. كذا يا شباب وصلنا لنهايه الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك. شكرا على حسن المشاهده ومع السلامه.